العوامة هذه موضوعها خطير. هذه العوامة هي طريقتي أنا فيها يا جماعة، هيك بتنعمل العوامة. العوامات الثانية هذيك تروح تعوم في بحر ثاني. مرحبا، اليوم رح نعمل العوامة بس طريقة ما حدش عملها قبل هيك، بالعسل. بالعسل الطبيعي طبعا. أنا مش موجود في دولة عربية أروح أشتري عسل وأنغش فيه والأمور هذه. الناس عشان هيك بتعمل قطر في البيت بيستعملوا السكر. فالعسل هنا يعرف بتقدر تقوله في اليونان مرمى في الشوارع بلاش. فراح نعمل اليوم عوامة بالعسل، وطبعا كل الحلويات اللي أنا راح أعملها حتكون بالعسل، مش هستعمل فيها سكر. فخلينا نخش في الموضوع لأنه الدنيا شتاء ولازم ناكل عوامة. الجو بارد. خلينا نبلش. عندي طحين تقريبا 280 جرام، عندي نشا 50 جرام فانيلا، وعندي مية تقريبا 550 ملي. انا راح استعمل من ال 550 ملي قديش انا بدي. عندي برضو خميرة تقريبا 12 جرام. عندي برضو راح استعمل للعوامة قرفة، وراح استعمل هيل. الهيل والقرفة بيبقى طعم بكرش قرش. فبما انه الجو بارد وبيحتاج حلويات، خلينا نبلش نعمل في العوامة. الخميرة طبعا 12 جرام، وحنحط المية، سكر. راح احط سكر قد الخميرة. انا قديش استعملت الخميرة 12 ملي، راح احط 12 ملي سكر. طبعا انا حطيت معلقتين خميرة وسط، مش يعني حسبت على الميزان طلع 12 جرام. هو الميزان طبعا حسب العين يعني. شوية ملح، ندور الخميرة. راح ابلش احط في الطحين اوتوماتيك والنشا، مش محتاجة يعني اسرع خميرة لانه هذه خميرة فورية. استعملت 330 ملي انا، بعدين راح اكمل على بقية المية اللي انا بدي اياها. عندي هنا الطحين راح احطه كله 280 ملي، 280 جرام. نحط النشا 4 معالق، انا حطيت طلع معايا 50 جرام، مش هحتاج اكتر لانه فانيلا قوية كتير. هذه الفانيلا تقريبا جرامين او 3 جرامات. ندير بقية المية، أهم شيء القوام. القوام اللي أنا بدي إياه لسه ما وصلت له. راح أضلني أحرك فيها لمدة تقريبا 4-5 دقايق لعين ما تجمد معايا شوية. بدي إياها تجمد أنا. لما تجمد معايا بعد 4-5 دقايق بخليها من نص ساعة لساعة تتريح، وبتعطيني حجم متضاعف، يعني حجمها يتضاعف بزيادة. راح نغطيها، نسكر عليها بعد ما ضربناها تقريبا. انا ضربتها تقريبا 15 دقيقة عشان تعطيني الشكل اللي انا بدي اياه. عارفين الجو ساقع والعجينة بتحتاج ضرب بزيادة وحركة وامور زي هيك عشان تتفاعل الخميرة مع المكونات. راح نحطها هلا نسكر عليها، برضو راح اغطيها بقماشة يعني عشان تدفيها بزيادة. وين؟ على الفرن، ادفى مكان في المطبخ. بنحطها في الفرن، طبعا مش شغال الفرن بس بنحطها جوا لانه الفرن جواته دافي. نخليها هيك لمدة نص ساعة، ساعة او 45 دقيقة. هي بتاخد معي 45 دقيقة تقريبا.
وبنخليها في الفرن شوية تتريح تتفاعل تنفش وبنبلش. نرجع للعجينة، استوت وصارت جاهزة، حجمها ضعف بزيادة، طلعوا العجينة تمام. بالنسبة للعسل، هلق العسل جامد جامد كتير. شو راح نسوي في العسل؟ تعالوا اوريكم. طبعا اللي بيحب ياكل بعسل، انا بالنسبة للقطر طبعا بتحطوا تقريبا 4 كاسات سكر في قلاية، وبنحط عليهن شوية مية على السكر. على كل 4 كاسات سكر تقريبا 200 جرام سكر بنحط تقريبا 60 ملي او 100 ملي مية، وبنحط ليمون بس يبلش العسل القطر معانا يجمد شوية، يبلش يغلي بنحط ليمونة، شرحتين ليمونة وشرحة ليمونة عشان تخلي العسل يجمد شوي معانا، وحبتين هان، حبة هان هيل، حبتين عشان تعطي طعم. ولكن انا اليوم راح اجرب بالعسل، كيف راح اخلي العسل طري زيه زي القطر. نجرب. عندي هذه راح احطها هان. قبل راح احط مية سخنة، حطيت المية السخنة. هو يعني اوريدي انا يعني دكتور اوريدي يعني طري زيه زي القطر، ولكن انا بدي اياه ايش يصير معي شوية قطرة. طلعوا صار معي طري كتير، خليه في المية السخنة وبنيجي للعوام. يلا بالنسبة للمعلقة بنحط عليها شوية زيت عشان ما تلزقش معانا، او شوية مية، شوية زيت وبنبلش. انا لابس كفايات طبعا. انا قليتها مرة للعوامة، راح اقليها كمان مرة بعد ما اقليها المرة الثانية عشان تطلع معي كرانشي، هنزلها دايركت على العسل، العسل او القطر. هي اوريدي كرانشي، ولكن انا قليتها نص قلي نص قلية، خليت الوجه ما يبينش معي، يعني قدر الوجه راح يبين معايا اشقر عشقار او احمر. وعدل دايركت راح احطه وين؟ على العسل او القطر. انا طبعا مستعمل عسل. شو سويت انا في العسل هذا؟ حطيت طحنت 4 حبات حب هان هيل وحطيتهم على العسل، ما حطيتوش مطحون. ها طلعوا، ما حطيتش الحب الهان مطحون، لا انا طحنته يعني عشان الريحه، انا بدي الريحه يعني فريش. هلق راح اوريكم طريقه كيف انا بعمل العوامه، كل سنه انا هيك بعملها في الشتاء في الوقت الحالي. يعني شايفين كيف؟ اسمعوا الصوت، طق الصوت كيف كرانشي، شايفين القليه الثانيه هي بتطلع الطقطقه القرمشه هذه لما كلها. القليه الاولانيه نخليها ايش وجهها ابيض زي هيك، نخليها وجهها ابيض زي هيك، ها مش كرانشي. ولكن القليه الثانيه القلية يعني ها شوية كرانشي، ولكن القلية الثانية هي اللي بتطلع الشغل المظبوط. طبعا بنضلنا نقلب زي هيك يا جماعة،
ممنوع نسيب العوامة زي ما هي، لازم نضلنا نقلب 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 فيها، نخليها ايش؟ من جميع الجهات. هلق طلع، انا بطلعهم من ال... من ال... من السيرج عدل من غير ما اصفي، لسه ما بقدر اصفي، خليها سخنه، ما تصفوهاش، خلوها سخنه، نزلوها زي ما هي هيك. موضوعها خطير جدا العوامة هذه، طلعوا جوز يا عمي، شغل البيت ولا يعلى عليه ولا يعلى، طلعوا كيف الشغل الرسمي، شوية قرفة، خلينا ندلع الأمور. وبزيادة ايش؟ عسل. روحي خلينا ندلعها. سامعين؟ ها اخطر من هيك عوامة ما فيش. العوامة هذه موضوعها خطير. هذه العوامة هي طريقتي انا فيها يا جماعة، هيك بتنعمل العوامة. العوامات التانية هذيك تروح تعوم في بحر تاني، خلينا احنا في عوامتنا بالعسل، بلا كلام فارغ، بلا قطر، بلا سكر، نكتل بعض احنا على السكر يا جماعة. هيو عسل، شو ماله؟ عسل نحل طبيعي، يلا روحوا صيعوا.